يقول: ما حكم إدخال البهائم على المقابر لترعى بحجة تخفيف الشجر الذي نبت على القبور ليسهل زيارة المقابر على الناس، لأن العشب صار طويلا ويضيق على الناس الزيارة؟ لا تدخل البهائم على المقابر وتدوسها بحجة أن فيها العشب وفيها، فكان الواجب إزالة ما على المقابر من الشجر أو من العشب، ولا تدخل عليهم البهائم. نعم.